انت الدرويش كانت في اخباركم ما صوتيش على عزيز اخنوش كانوا الشركات ديال المغرب كاملين غيتسدوا حتى حتى حد منكم انتوا ما غيخدموا ونحنا ما غنخدموا وزين غيمشي وكل شيء غيمشي لرواس ومصالحكم انتوما هي الحمامه. هو سعيد ناصر والتبرئه ديالو من تجاره دوليد المخدرات، واش فعلا سعيد ناصري غيتم التبرئه ديالو من تجاره دوليد المخدرات والسي بودريقه اللي الغياب ديالو مازال مستمر وكيقول لك انه هو راه ما غاديش نعطي لك 500 مليون كيقول شي ناس تما، هذا اللي غادي نقول لكم كيفاش غاتسيروها، 23 سنه سجن النافذه على 12/1/16/2024. يعني غير البعد هذا بعدا والله ما كانت في خباري، انت الدرويش كانت في خباركم ما صوتيش على عزيز اخنوش كانوا الشركات ديال المغرب كاملين غيتسدوا وانك انت ووالديك غادي تشردوا، هذا الموضوع ديال التسجيلات الصوتيه اللي غادي نعرضها عليك، ويكفي من اللعبات ديال بعض المسؤولين اللي كيديروها قد راسهم يقول لك لا هادشي مفبرك هادشي ماشي ديالنا، انا هنا في هذا الفيديو باش ماشي نقول لك هادشي ديالك ولا صوتك وماشي باش نقول لك هادشي مفبرك، نخلي المغاربه يحكموا وبعض الناس من مدينه الداخله اللي كانوا حاضرين لذاك الشيء يخرجوا يهضروا. هنا الموضوع الاول، الموضوع الثاني شنو هو؟ هو سعيد ناصري والتبرئه ديالو من تجاره دوليد المخدرات، واش فعلا سعيد ناصري غيتم التبرئه ديالو من تجاره دوليد المخدرات؟ وكذلك الموضوع كيفاش داير؟ وشنو واقع؟ واش غيخرج؟ واش غيبقى؟ وشنو؟ يعني هاد المواضيع اللي كتنتشر بواحد الطريقه ديال 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 غير فمه ما يقول غادي نشرحها لك اليوم. كذلك الغرفه ديال الجنايات، الغرفه الجنائيه بمحكمه الاستئناف مدينه القنيطره وزعت 120 سنه سجن النافذه على 12/1/16/2024. يعني غير البارح، يعني هذه 3 شهور وزعت 120 سنه سجن النافذه على 12/1. ملي كتقسمها كتعطيك 10 سنين سنه سجن النافذه لكل شخص من بين هاد الاشخاص رئيس مجلس اقليمي ديال مدينه القنيطره. حتى لهنا ماشي مشكل، راه ما تعتقدش، راه باقي كيزاول المهام ديالو. علاش؟ حيت خصو يستوفي في الحكم ديال الاحكام ديال المحاكمه العادله، يعني بلاتي نشوفوا الاستئناف اش غتقول ويطلع النقد ونشوفوا شنو غيقول، وملي ايدوا النقد عاد نقدروا نديوا الحبس. يعني وهذا الشيء كامل ما عنديش انا فيه مشكل، يعني راه حق وقانون هذا اللي كيقولوا. فين كاين المشكل؟ هو ان الشخص هذا كيوجد راسو باش ياخذ الزكيه باش يجي للبرلمان في هذه الاسابيع المقبله، يعني غادي يترشح لواحد المقعد ديال واحد البرلماني اللي تحيد ليه ديال ياسين الراضي في مدينه القنيطره، وهذا ماشي هو مشكل كبير. كذلك الموضوع ديال الرازق كيفاش وصلت واحد 500 مليون من الجماعه، والسي بودريقه اللي الغياب ديالو مازال مستمر وكيقول لك انه هو راه ما غاديش نعطي لك 500 مليون كيقول شي ناس تما، هذا اللي غادي نقول لكم كيفاش غتسيروها. وسيدي دخل وعطينا مبررات علاش انت غايب واجي سيرها، حنا ما كنقولوش كلا، راه الجماعه مرس السلطان واقفه، افتتاح ديال الدوره كاين الجمعه، واثنين غادي تكون جلسه، هذيك الجلسه اللي غيفتتحها هو الامين ديال المجلس واللي هو محمد بودريقه، تخيل معايا شوف اللعبات اللي كان امين المجلس هو محمد بودريقه. كانت تتخيل هذه وغنحطوها هنا. ثانيا هذيك 500 مليون اللي جات من الجماعه من حق الناس المسيرين ديال الفرقه، الا كان عندكم غير على الفرقه يسيروها الناس تمشي للفرقه، ما يبقاش يتحكم بها شخص من التليكوموند اللي ما عارفينش الوضعيه ديالو من الامارات ولا قطر ولا ما نعرف من كندا ولا الله اعلم. ثاني هنا متفقين وغادي نسدوا هذا الموضوع هذا، وما كاينلاش اللي يخرجوا الناس اللي مشوشين يقول لك علاش هذا كيقول هكا ولاش. الا كان الموضوع ديال الاحكام ديال الشيكات، الشيكات راه سالوا والسيد باقي ما دخلش، والاوضاع ديال ساكنه مر السلطان باقا معلقه، وكذلك الفرقه راه باقا رغم ان الحمد لله غاده، ولكن ما يمكنش تسير بهذه الطريقه، ما يمكنش الفلوس اللي دخلت يبقى يقول لك لا انا اللي نسيرها وانا اللي ندير وانا اللي نفعل، وما يمكنش الامين ديال المجلس اليوم ما كاينش. حتى هنا غادي نسدوا هذا القوس هذا وغادي نفتتحوا القوس الجديد ديال هذا كل موضوع بوحدو وعلى حده، ونبداو بسعيد الناصري نيس التبرئه ديالو من التهم ديال تجاره دوليد المخدرات. الموضوع ديال سعيد الناصري واش فعلا تم التبرئه ديالو في الدوله بعدا غادي نشوفوه خارج الصحه سالم، لا الشريف، راه الموضوع ديال التبرئه ديالو جاي في الاطار ديال ان كانت منصبه الجمارك كطرف، ولكن القضاء شاف شوف اخرى. يعني انت ملي كتشد التهم ديال تجاره دوليد المخدرات او كما كنقولوا بالمصطلح ديالنا الكونتربوند او شي حاجه بحال هكذا، كيدخل الجمارك كطرف وكطلب منك واحد التعويضات ماليه. هذيك التعويضات الماليه ملي كتكون بناء على المحجوز، تكون عندك المحجوز ولا شي حاجه التلبس. هنا سعيد الناصري ما كانش عنده المحجوز، داكشي علاش سقطات عليه هذيك التهمه، ماشي ديال انه التهم كاملين، راه عنده مجموعه ديال التهم اللي عديده، منها استغلال النفوذ، تبييض الاموال، تزوير محاضر رسميه، تسهيل الهجره، يعني مجموعه ديال التهم اللي عديده وعديده جدا اللي كتتناقش. غير الموضوع ديال ان حيت ما كاينش تلبس حيدوا الطرف اللي كانت غتابع فيه الجمارك، ولكن الموضوع باقي محلول، وإلا تمات شي حقيقه اخرى راه غادي تتم الادانه ديالو. يعني الموضوع ديال التبرئه راه ماشي براءه، وانما تبرئه من الموضوع او فصل جنائي واحد اللي تحيد، ما يبقى فصول جنائيه غرق فيها جمل. ندوزو للموضوع الثاني، عصابه منهم رئيس مجلس اقليمي، هذا مرشح للبرلمان دابا حاليا، ماشي مرشح ولكن كيوجد في الترشح ديالو، وهادشي شفناه في مواقع التواصل الاجتماعي في الاخبار، في الثورات اللي كيوجدوا، العرايض اللي كيوجدوا. الغريب في الامر ان البرلمان اللي كان قبل منه هو ياسين الراضي اللي سقطت المحكمة الدستورية المقعد ديالو بحكم انه تا هو دابا حاليا في السجن. ما كايناش نهضروا على ديك المنطقة لا من الجهة ديال الراضي ولا من الجهة ديال هذا الشخص هذا ولا من جهة مجموعة ديال الأشخاص، ما كايناش نقولوا بأن هاد الأشخاص هادو
تيطمعوا حتى في البطوات ديال الضو يهزهم يديرهم قرابين من الفيرمات ديالهم، كيطمعوا في الاراضي ديال الدوله بالهكتارات وكيزرعوها كلها لافوكا في الوقت اللي كان عندنا الاكتفاء الذاتي في الغرب كانت كتعطينا مجموعه ديال الاشياء، ولاو هذاك الغرب سيدي سليمان وغيرهم من الاشياء خصنا شي شويه نسلطوا عليهم الضوء، لا 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 النواحي ديال سيدي قاسم، لا النواحي ديال سيدي سليمان، ولا النواحي ديال يعني الغرب كامل. وشوفوا داك التوزيع ديال الاراضي ديال حيت كاين بزاف ديال الاراضي تما ديال الدوله الاملاك المخزنيه وكيفاش كيتوزعوا وكيفاش كيتخادوا كلهم من طرف مستشارين. كتلقى مستشار في مدينه المحمديه واخد واحد 30 ولا 40 قطار، وكتلقى واحد عاوتاني برلماني ووزير كذلك وعنده اراضي في هذوك المناطق، كيجيك غريب داك الموضوع. الموضوع ديال هو الاهم ديال 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 مدينه الداخله، وللاشاره مور العيد مباشره عندي زياره لمدينه الداخله اللي غادي نسلطوا فيها الضوء على مجموعه ديال القضايا ومجموعه ديال المواضيع. ولكن هنا غادي نقطعوا نحن نوقفوا في واحد النقطه ديال واحد اللي اليوم يقدر يكون برلماني، يقدر يكون منسق، يقدر يكون مجموعه ديال الاشياء، بزاف ديال الاشياء غادي نعرفوها من غادي نهبطوا للداخله. ولكن كاين اسماء ديال الاشخاص لا علاقه لهم بالسياسه، ولكن كيفاش كيدخلوا المال مع السياسة، يعني واش كانت فعلا المحكمة الدستورية تقدر ترضى أن هاد الشيء يدوز بحال هكذا؟ كاين تهديدات على أساس اللي ما صوتوش راه غادي تشرضوا على واحد الحزب معين، واش هادي هكذا كدوز الحملات الانتخابية؟ كاين أشياء أخرى اللي غريبة وغريبة جدا، منها أنهم عندهم علاقة وتمويلات، ولا بغيتوا الفلوس راه خصكم تصوتوا على هاد الحزب هذا وماشي هاد الحزب هذا، وكاين تحريضات على أنهم إذا صوتوا على هاد الحزب هذا راه شنو يوقع شنو يوقع. أنا ما غنهضرش بزاف، غندوز لكم التسجيلات الصوتية اللي غادي تسمعوهم اللي فيهم كل شيء. أولا تعرفوا عن حزب التجمع الوطني الأحرار، هو حزب السي عزيزة خنوش، وعزيزة خنوش هو وزير الصيد البحري والفلاحة، وعزيزة خنوش هو اللي خدامين نحن مباشرة والله غير مباشرة، خدام معاه مول الفلوكة، خدام معاه مول الباطو، خدام معاه مول اللوزين، خدام معاه مول المازوط، كاينة مصالح. وبالتالي الحماية ديال مصالحنا هي مصالحكم انتوما اللي خدامين مع الجروب. علاش؟ به لا الله يحفظ، الله يحفظ، جا 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 شي حزب عدالة وتنمية، والله جا شي حزب آخر وخدا رئاسة رئيس وزير السيد البحري، قد حتى حد منكم انتوما ما غيخدم ونحنا ما غنخدمو، الوزين غيمشي وكل شيء غيمشي لرواس. دابا المصالح ديالنا حنا مع المصالح ديال الجروب كامل سي محمد زبدي، ومصالحكم انتوما هي الحمامة. أخنوش شاد دابا 10 سنين وزارة الصيد، من نهار شادها ما كانش الوزين ديال السردين في الداخلة، ما كانش والو، كانوا العزايز هالشركة ناضي. حنا دابا باغيين مصالحنا، ومصالحنا هي مصالحكم. إلا تسد الوزين قدا راه حتى انتوما غتوقف، راه مول الخبز غيوقف، راه مول كذا غادي. دابا المهم من هذا الشيء خلاصة الكلام، انتوما راه ولاد الدار، محمد راه استروبي راه عنده الميساج ديال سي محمد، انتوما غتمشوا مع مصلحتكم، نحنا راه ما مبزين عليكم شيء، اللي بغى يمشي يمشي، ولكن إلا عاد يقر فيه شوية ديال الخير ديال هذا الوزير غيمشي مع الوزير. علاش؟ به أي واحد يجي يقدر يضحك عليه يقول له سير لهي الجهة، سير للطيارة، سير للميزان، سير كذا، هادو كلهم ضدنا حنا. الجروب هو اللي غيكون رئيس الجهة ديال الداخلة. راه ماشي الخطاب، راه هذا عبد ربي قدامكم. معناها عندكم أنتوما مصلحتكم أنتوما تعودوا طالعين. إلا كانوا شي ديور غادي تفرقوا غادي تدخلوا فيهم، كانوا شي بوغا غادي تفرقوا غادي تدخلوا فيهم، كانت شي حاجة غادي تفرق غيكون الجروب. واش نتوما جايتكم رئاسة الجهة وتمشوا تعطوها لشي حد آخر؟ والحاجة الثانية راه اللي عاطين عباد الله نحن عاطينهم، ما طالبين منكم والو. راه اللي عاطين الناس نحن عاطينهم. أش بغيتوا؟ أنا واكل في الجروب وصحابي وغيدي رئاسة الجهة ديالي واللي عاطين الناس عاطينهم. علاش من علاش علاش نبدا بصحابي؟ الحاجة الثانية، هذه الجهة اللي كاينة دابا عرفتوا ديال من؟ مخططين جا. واش دار شي زنقة في الداخلة؟ دار شي بوطو؟ دار شي جردة؟ دار شي سبيطار؟ دار شي حاجة؟ والو، داك الشيء العنصرية العرقية العائدين الوطن طا 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 طا، نحنا تعزلنا تعزلنا الشعبوية. دابا نحنا مصلحتنا هما بناو الديور، ولكن هذوك الديور ديالنا حنا اللي غنجيو جداد.
الا صوتوا علينا نتوما اللي غتستافدوا منهم ماشي هذوك الاخرين. واش نتوما غتصوتوا على ديالكم ولا تصوتوا على البراني؟ اللهم ديال هادشي اللي غنقول لكم اللي عنده شي حاجه يقولها يقول. راه الامور باش تعود عارفه لي بونتوكم ويقادوكم باش الامانه ديالكم غتنعطل الكونطابل اللي يعطيها له المصروفي باش يعطيها لكم. الكونطابل اللي غادي يتحمل الكونطابل اللي غادي يتكلم بكم. كيف ما تطلب وراه اللي كاين برا هو اللي غادي عندكم نتوما. اللهم نتوما ديالكم منكم واليكم. صافي وصوتوا على الحمامه وبغيتكم توصلوا عائلاتكم. ولكن اللي طالب منكم اللي كيعرف جاره ولا صاحبته ولا صاحبها ولا خوه ولا اخته ولا اي واحد الخير اللي غديروه بينا باش توصلونا صوتوا على الحمامه. ولكن كاين اربعه حمامات واحد الورقه فيها جوج حمامات نواري بلون. شوف فيها نواري بلون. هادو نواري بلون هي البلديه والجهه وهادو هي البرنامج ديال الرجاله وديال العيالات. دابا خاصكم هما جوج ورقات مديرات بحال هكا كبارين. نحل الكبيره الورقه فيها الاحزاب كلهم. كنقلب على الحمامه اللي كولور ندير عليها كذا ونحل الورقه الاخرى نقلب اللي حمامه ماري بلون وندير كروه هنا وكروه ما تخرجوش هذا باش ما تلتقى.